الأخيرة اللي هي قبل الأوتوغراف، أنت مين؟ اسمك أنا؟ إيه في البطاقة؟ أسرتك مين؟ عندك بنات ولا أولاد ولا إيه؟ وهواياتك أنت مين؟ أنا اسم الشهرة محمود صالح، الاسم الثلاثي اللي في البطاقة. الاسم الثلاثي محمود محمد صالح عباس، عشان ابويا كان مركب فاقول اسم جدي بقى يبقى هيبقى الرباعي عشان ما يزعلش منك. محمود محمد صالح عباس. ساكن فين؟ انا ساكن في 75 شارع احمد عرابي في العجوزه. عنده اسره مكونه من شيرين فاروق الزغبي، دي زوجه، دي الزوجه ربنا يخليها لك يا رب. وعندي بنتين، في بنت مهندسه خريجه هندسه القاهره علا كبيره ما شاء الله، وعندي هالة خريجة طب أسنان بس ما خلصتش دلوقتي في الامتياز. نعم. قدام 4 أشهر وبعد كده ممكن تبقى هلا دكتور سنانه عشان أسناني بايظة. دي بيرفكت يعني. كلنا سناننا بايظة والله. أنت السنة ما تتخرج بقى. لا هي خلاص خلصت. يعني لما تاخد الشهادة قدام 4 سنين هتسلمها بقك. 4 شهور يا كابتن. وتمارس المهنة. إن شاء الله تحتفل بيها كده وتشوفها كده عقبال ما تتجوزهم الاثنين يا رب. إن شاء الله الله يخليك كابتن. هوايتك ايه؟ وانت لو انت حضرتك فري بقى في العياده ان شاء الله. ان شاء الله او 50%. لا فري. طيب خلاص هتفتح العياده فين؟ لا لسه ده عايز امكانيات شويه، عايزين نجمع شويه فلوس. طيب ربنا يزيد ويبارك يا رب ان شاء الله. هوايتك ايه غير كره القدم؟ هواياتي ماليش هوايات كتير انا على فكره. بتعمل ايه؟ مقفول قوي على كره على الكوره يعني بس. يعني ماليش هوايات. ما بتروحش تصطاد؟ بحب لا ما بحبش السفر. الله ما بحبش اصطاد. انا احب اقعد مع مجموعه الاصدقاء والرغي بقى يشتغل. بيتي بنت بيتي شويه مؤخرا بقيت ما بنزل. لو كنت انزل كل يوم اروح لاصحابي. انت عارف البولاق بقى حي الشعبي طبعا كل احنا صغيرين أصدقاء. عندنا مجموعه اصدقاء اعزاء لحد الوقت بنتلاقى. بتروح تقعد على القهوه ولا على كافيه؟ لا انا احب القهاوي. تحب القهاوي؟ احب اللي حواليا بقى رجاله وشبهنا يعني ومن الحته وبتاع واصحاب اصدقاء. ما هو بعد فتره كل اللي بيقعدوا على القهوه بيبقوا اصحابك، مش لازم انت بتقعد معاهم بس. تلاقي واحد يجي يقعد معاك وانت تروح تقعد مع ناس. انت شارب شاي؟ لا لا لا. خلاص امال ايه المشروب المفضل عندك؟ حاليا يعني؟ مفيش حاجه معينه. شاي بحليب ممكن الصبح لازم. ابتديت احب القهوه. دخلت بقى عصب السن بقى. قهوه المحوجه. عصب رتايه. بتحب تتفرج على الافلام الابيض واسود؟ جدا. ايه بقى الفيلم اللي انت بتشوفه بتفضل تفتكر بقى الزمن الجميل اللي كنت فيه؟ افلام معينه يعني؟ فيلم معين. الافلام الكوميديه كلها بنحبها. زي مين؟ في لمين؟ اسماعيل ياسين طبعا على رأسهم. عادل امام. مع حفظ الألقاب طبعا. طبعا. الأساتذة الكبار. طبعا. الأستاذ إسماعيل ياسين والأستاذ عادل إمام. هم دول. الأستاذ محمد هنيدي أحبه جدا. ما شاء الله. وفي الأجيال بقى بيعملوا حاجات الأكشن والأفلام الاجتماعية. أحب كريم عبد العزيز جدا جدا. بتحب يعني ده الممثل أو الفنان المفضل ليا. بتحب الأغاني القديمة؟ طبعا. إيه الأغنية بقى؟ أغنية معينة؟ ولا أنت بتحب الكوكتيل يعني؟ لا اي حاجه اي حاجه اي حاجه من عبد الحليم. احب عبد الحليم جدا طبعا. عبد الحليم ايه الاغنيه اللي انت بتسمعها عبد الحليم بتفكرك كده بالزمن الجميل؟ مش حاجه معينه كده. مش حاجه معينه؟ لا لا انما انا احب اسمع ام كلثوم. اسمعها طبعا. إيه ده العشق. طب الاغنيه بقى اللي سابت علامه عندك ايه هي؟ ام كلثوم. مفيش حاجه معينه برضه. انا حافظ بلاش دي. الحب كله. الحب كله هتبعتها لمين؟ الحب كله ابعتها لزوجتي. لزوجتك؟ طبعا. هتقول لها فيها ايه؟ الحب كله وحبيته فيك. الحب كله. ما تبص لها كده، تبص في الكاميرا كده وقول لها. انت خايف ولا ايه؟ لا خلاص قلتها مره مش هقدر. بتحب الاكل؟ لا مش اكيل انا. مش اكيل؟ لا. مفيش اكله مفضله انت بتحبها؟ انا احب الخضار والرز كده بس يعني. بس كده؟ يعني مش ان انا اروح اتعزم في مطاعم او حاجه، لا. احب اكل اكل البيت. طيب احنا معانا دلوقتي ثلاث تقارير لنصك الاولاني والعروستين ربنا يكرمك فيهم يا رب ان شاء الله كده وتفرح بيهم. الله يخليك. كل واحده في طريقها. هنسمع الاول المدام هتقول لك ايه. والله احنا ابتدينا من زمان قوي مع بعض يعني. انا كنت صغيره قوي لما اتخطبنا يعني، كنت لسه في ثانوي يعني،
ومحمود استناني لغايه ما خلصت وبتاع، وبعدين اتجوزت. هو هادي جدا ومريح في البيت، ما لوش طلبات خالص الحمد لله. لا الحمد لله هادي جدا، مش شايفه فيه والله عيوب خالص، بالعكس يعني متفاهم وبتاخدي وتدي معاه في الكلام. لا كويس جدا. كل اللحظات بتبقى غالبا مرتبطه بالكوره، فرح حزن يعني كلها مرتبطه بالكوره غالبا يعني. بس اكتر لحظه يمكن وقت الاعتزال بتاعه سنه 92، كان صعب عليه قوي في النادي الاهلي يعني، كان بالنسبه له مفاجئ طبعا القرار. فيعني كان يعني قال فاكر نفسه لسه ممكن يلعب تاني ويقدر يدي تاني بس الحمد لله على كده. الحمد لله اغلب الوقت بيبقى بايت بره وعنده على طول ماتشات، وقبل الماتشات ما نقدرش نتكلم معاه كتير، بيبقى مركز فيها وبيفكر فيها. وبعد الماتشات خاصه لو في هزيمه او حاجه بتبقى صعبه جدا لما بيرجع يعني ايام كده وبتعدي يعني. بعديها كنت واخده الموضوع يعني ببساطه خالص، ما سبب لناش اي مشكله حقيقه الموضوع ده، فالحمد لله يعني مفيش مشكله فيه. عمره كله في النادي الاهلي يعني، تقريبا اكتر من 40 سنه في النادي الاهلي، فعلى طول بيفتكروا بكل خير ويفتكر دايما المواقف بتاعت اصدقائه وفي النادي، وعلى طول يعني ذكرياته اغلب ذكرياته بنتكلم فيها عن النادي الاهلي. للاعبين كابتن علاء ميهوب وكابتن اسامه عرابي وكابتن ايمن شوقي، دول على طول يعني. لا يعني دلوقتي اهدى شويه، بس بتشد يعني ماتشات النادي الاهلي وبتشد فيها جامد، خاصة لو فيها فاينل أو فيها حاجة بتبقى فيها صعوبة يعني. في أيام معينة بيروح وبيتواجد برضو وبيقابل الناس وبيقعد مع أصدقائه. وحضرتك؟ أنا بروح يعني أسبوعياً لازم أروح، مش بالكلام. هو عنده رومانسية أفعال كلها، ما عندوش كلام يعني، ما بيتكلمش كتير طبيعته يعني، بس هي عنده أفعال مش كلام. أنا فاكرة أول حاجة خالص كانت ساعة، فكنت يعني محتفظة بيها لغاية دلوقتي. والله اقول له ربنا يخليك لينا ويديك الصحه والعافيه وتفضل في وسطينا كده على طول وتنورنا يا رب. اللهم امين يا رب. لو عايز تبعت لها رساله دلوقتي هتقول لها فيها ايه؟ لا شيرين انسانه كويسه جدا على فكره. هتقول لها ايه؟ انا ما انا اقول لا يعني، انا خطبتها كان عندها 16 سنه. انت بص كده للكاميرا كده. انا خطبتها عندها 16 سنه. كان بيني وبينها 16 سنه؟ كانت 16 سنه. انت واخد من الناشئين بقى. والله العظيم في ناس عرضتني قالت لي السن وانت يا ابني مش هينفع كده. بس مع نصيب بقى. نعم ونعم بالله. وسنتها لحد ما خلصت الكليه، قعدت يمكن 6 سنين وبعد كده تم الزواج. انا بيني وبينها 11 سنه. امال البنات اللي كنت بتمشي معاهم دول احنا عارفينهم كانوا مين دول؟ لا مفيش. لا انا بضحك يا راجل. هو يعني ربنا كرمني بيها الحياه. ربنا يكرمكم يعني يا رب ويكفيكم شر العين. كل الصفات الكويسه فيها طب انا وربه الولاد تربيه كويسه. نرجع ونقول هي ربه البنات. ما اكيد طبعا انت ما كنتش فاضي. بالظبط. لو هترجع ونقول تبعت لمدام شيرين رساله دلوقتي هتقول لها فيها ايه، او تبعت لها اغنيه هتقول لها فيها ايه؟ لا انا بشكرها الحقيقه. انت وانت باصص كده للكاميرا. انا بشكرها الحقيقه و يعني مش مسببه لي اي ازعاج او مشاكل، ومرنا بظروف صعبه جدا يعني، النواحي الماديه الدخل المادي مأثر علينا شويه بعض، انما هي كانت عمرها ما طلبت مني. استحملتك يعني. بصراحه عمرها ما طلبت. ربنا يخليكم لبعض يعني يا رب. ربنا وده اكبر نعمه يعني. نعمه هدي اللي حصلت لي ربنا بيرزقك بيها في الدنيا. ربنا يديمها عليكم يا رب. طيب معانا تقرير تاني المهندسة علا اللي هي الكبيرة. الكبيرة ربنا يخليها لك وتفرح بيها يا رب ان شاء الله. الله يخليك. برضه عايزة تبعت لك رسالة هتقول لك فيها ايه. عمري ما حسيت ان هو مهتم بالكورة اكتر مننا خالص، حتى دلوقتي كمان هو بيتفرج على الماتشات ما بقاش مشدود شوية زي الاول، بس لا عمري ما حسيت بكده. الاكل غير مفضل اي حاجه فاست فود يعني دليفري او فاست فود او كده، مش بيحب الاكل ده خالص يعني، يحب اكتر البيت وحاجات يعني تراديشنال خالص يعني، خضار ورز وحاجات بيزك يعني، مش حاجات جديده وكده. لو احنا اتخانقنا او احنا حصل لنا اي حاجه دي بتزعله قوي يعني. تعامل الناس هي حاجه حلوه ما سمع حد بيعرف يعني، ممكن الناس ما تبقاش عارفه شكلنا قوي، بس ما بقول ان هو انا بنت كابتن محمود بلاقي يعني رياكشن حلو، فدي حاجه بتبسطني جدا بصراحه. اما بابا كان يعني بنتفرج على ماتشاته زمان، دلوقتي مش متابعين قوي، بس لو شغل بابا مشغلت الماتش عادي بنتفرج معاهم. احنا لوحدنا طلعنا لقينا الماتشات ورحنا النادي وكده، فكبرنا على كده اتعودنا يعني، فبقينا مشجعين للاهلي. غالبا بيتفرج هنا يعني، ما بقى مش زي الاول بيتفرج هنا، ممكن حد يجي يتفرج معانا، بس لا يعني عادي. اقول له شكرا على كل حاجه وان احنا بنحبه قوي بس، ونفسنا يكون نشوفه مبسوط على طول.
ربنا يخلي لك المهندسة علا، وإن شاء الله تشوفها كده وهي في عروسة قد الدنيا إن شاء الله كده. وعاوز تقول لها إيه؟ لا علا شخصيتها كويسة الحمد لله أعتقد، والفضل لتربية أمها مطيعة، مش بشكر فيها كعشان بنت يعني. لا ومن حقك واحد. إنما لا 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 برضو عمرهم ما عملوا لي أي مشاكل أو إزعاج الحقيقة. طيب. وكانت متفوقة في الدراسة وملتزمة وبتاع. معانا الدكتورة هلا دكتورة أسنان، اللي احنا أنا مستني مش هروح لأي دكتور عشان سنين لما تتخرج. أنا مستني الأربع شهور وأنا مستني والله برضو هستحمل الأربع شهور دول حتى لو حاجة هتتخلع مش هخلعها إن شاء الله كده. فمعانا برضو في تقرير ليها هنشوف هتقول إيه ونرجع ليك تاني. طبيعي أي في فرق فعلا، لأن بابا في التلفزيون هو لعيب كورة، لكن في البيت هو أب عادي، ممكن يكون هادي يعني. بابا في البيت عامة شخصية هادية ملوش مشاكل مثلا، بس ككابتن محمود يعني أنا عامة لما بتفرج على بابا في التلفزيون بحس لا عادي، هو ده بابا عادي يعني، ما بحسش بحاجة مختلفة، هو نفس الشخصية يعني اللي بيظهر قدام الناس هو بابا، دي طبيعته مفيش حاجة مختلفة يعني. بابا بيحب مسقعة مثلا أوي يعني، بيحب الأكلات التقليدية العادية، الحاجات البيزك يعني، الخضار والرز حاجات البيزك يعني. هو يوجوالي بيحب ياخد راينا يعني، دايما مثلا لما يبقى نازل مثلا مناسبه او فرح او حتى في التلفزيون ممكن يدخل لنا الاوضه، طب ايه رايكم في اللبس ده، طب ده حلو، طب اللون ده لايق مع ده يعني. ممكن هو كمان بيعمل الموضوع ده معانا اكتر ما احنا بنعمله معاه يعني، هو بياخد راينا اكتر في الحته دي. انا بحبه جدا وان انا فخوره بيه على طول يعني، ببقى مبسوطه كمان بالذات لان انا لما بروح حته مثلا بيعرفوا ان بابا محمود صالح يعني بيشكروا فيه، فدي حاجه ممكن اكتر حاجه بتبسطني يعني، بحس اللي هو انا فخوره ببابايا، ببسط لما حد يعرف ان انا بنته يعني. انت نمت ولا ايه؟ لا 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 مش الرسول عليه الصلاه والسلام قال لك خير امتي من بكر وانسى؟ انت عندك اثنين وانا عندي اثنين. لا طبعا لا لا والنعمه من عند ربنا. والله نعم الحمد لله، ربنا يخليهم لك وتفرح الله يخليك كابتن، ونشوفك في احسن صحه واحسن حياه جميعا ان شاء الله، اسرتك وجميعا كل الناس يا رب. احنا متابعين.